سوفاكس بنسخته 13 ينظر إليها على أنه فرصة تسويقية لتوقيع اتفاقيات دولية بالمجال الدفاعي والأمني، ما يعطي فرصة حقيقية للشركات الأردنية بعقد شراكات جديدة. لليوم الثاني على التوالي تستمر فعاليات معرض سوفاكس في العقبة بمشاركته الدولية. المعرض فتح الباب للشركات المصنعة في الأردن لعقد صداقات جديدة تمكنهم من التوسع في أعمالهم. المركز الأردني للتصميم والتطوير تمكن من توقيع اتفاقيات مع الجانب السعودي والأمريكي ضمن نطاق عمله والشركات التابعة له. تم توقيع العديد من الاتفاقيات البيع واتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك بين المركز وعدد من الدول، منها تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة مصنع الملابس العسكرية في المملكة العربية السعودية، فيها هدفين: هدف لنقل التكنولوجيا من الأردن من خلال شركة الألياف المركبة إلى الأخوة في المملكة العربية السعودية، والهدف الثاني والرئيسي هو اعتماد مركز الفحص والتقييم الخاص بالمركز لعمل الفحوصات القياسية العالمية وتطبيقها على المنتجات السعودية، حيث أنه المركز بيحمل أكثر من 400 فحص ومعتمد في المواصفات العالمية لدى يوكاس في بريطانيا. الاتفاقية الثانية اتفاقية مع الجانب الأمريكي، شركة كولت الأمريكية، لنقل التكنولوجيا في مجال الأسلحة الخفيفة من عيارات مختلفة. الواقع الافتراضي هو قسم جديد بالجناح الأردني تعرض أعماله لأول مرة في المعرض. المشاركة العربية تميزت هنا من خلال معداتها وآلياتها التي عرضت، وسط تأكيد أن المعرض أسهم في الاستفادة من الخبرات المتواجدة. المشاركة الأولى لنا في معرض سوفاكس، نتواجد لإيجاد فرص التعاون مع شركات الدفاعية وإبراز قدرات الشركة في مجال التكنولوجيا والصناعات الدفاعية. نستعرض اليوم 6 شركات ضمن المجموعة، تقدم الذخائر الخفيفة والذخائر الثقيلة وأنظمة توجيه للذخائر، بالإضافة إلى الأنظمة الإلكترونية لدينا. إقامة سوفاكس في العقبة نجح في جذب الانتباه للمنطقة، فالحجوزات الفندقية وصلت إلى 85% في التصنيفات الفندقية المختلفة، ووصلت إلى 94% في فنادق ذات تصنيف 3 و5 نجوم. صفا خوالدي، المملكة، العقبة.